للحديث أكثر عن تحضيرات وتنظيم بطولة الصداقة الدولية واستعدادات المنتخب الوطني العراقي. ينضم معنا من البصرة مراسل شبكة الإعلام العراقي الزميل طارق صالح. أهلا وسهلا بك طارق. أهلا وسهلا بك زميلي نجم. في هذه الأيام الجميلة، الأيام أيام رفع الحظر عن الكرة العراقية. نعم، أهلا وسهلا طارق. حدثنا عن آخر التحضيرات والاستعدادات لبطولة الصداقة الدولية. نعم، بكل تأكيد كما هو معروف بأن البصرة استعدت منذ يعني أيام قليلة، على اعتبار أن البطولة كانت مفاضلة بين كربلاء والبصرة، وبالتالي حطت رحالها في مدينة البصرة. مدينة البصرة والحكومة المحلية وكل الجهات المعنية ومن ضمنها الجهات الأمنية كانت مستعدة لهذه البطولة. كانت هناك اجتماعات دورية بين الجميع لتهيئة كافة الأمور والمستلزمات للخروج بنجاح كبير من هذه البطولة، على اعتبار أنها البطولة الأولى بعد رفع الحظر عن الكرة العراقية وعن الملاعب العراقية، وتحديدا في مدينة البصرة، هذه المدينة اللي شهدت الانطلاقة الأولى نحو رفع الحظر عن ملاعبنا البصرة. مثل ما ذكرت زميلي نجم بأن المنتخب السوري وصل اليوم إلى مدينة البصرة، وهو الآن حاليا في مدينة البصرة الرياضية يدخل الوحدة التدريبية الأولى، على اعتبار أن هناك ستتوافد نجوم المنتخب السوري يوم غد إن شاء الله، لأن الفريق لم يحضر بكامل نجومه اليوم، فقط اللي كانوا قريبين من بيروت وكانوا الطائرة القادمة من بيروت من دمشق إلى بيروت وبالتالي جاءت إلى العراق. يوم غد إن شاء الله ستكتمل تشكيلة المنتخب السوري بتواجد نجوم المنتخب السوري، وأيضا سيتواجد يوم غد أو طيب. إلى طارق يعني انطباعات معذرة طارق، انطباع المنتخب السوري عن المدينة الرياضية. بكل تأكيد كان انطباع جدا رائع، وأغلب اللاعبين الموجودين مع تشكيلة المنتخب السوري هم في الدور العراقي، وبالتالي شاهدوا جمالية مدينة البصرة الرياضية وأكدوا بأن حضورهم سيكون هو لدعم رفع الحظر عن الكرة العراقية، وبالتالي حضورهم كان جدا فعال المنتخب السوري، وأيضا المنتخب القطري اللي إن شاء الله سيصل يوم غد صباحا إلى مدينة البصرة، أيضا ستكون هناك بعثة المنتخب القطري ستكون كبيرة جدا من إعلاميين وأيضا مسؤولين في الدولة وأيضا اللاعبين المتواجدين، وكل نجوم المنتخب القطري سيصلون إلى مدينة البصرة للدخول في هذه البطولة. آراء المنتخب السوري حول مدينة البصرة يعني كانوا جدا مبهورين من دخولهم لأرضية الملعب، وكان يعني انطباع جدا رائع حول هذه المدينة وحول طارق هذا الملعب تحديدا، بالذات كون هذا الملعب يعد من الملاعب المتطورة ومن الملاعب الكبيرة. نعم، في المنطقة وفي الشرق الأوسط ما ذكرنا، على اعتبار أن شاهدنا الجمهور في مباراة السعودية وفي مباراة الأردن ومباريات الأخرى التي جرت في مدينة البصرة يحتضن لأكثر من 65,000 متفرج، وبالتالي يعتبر من المنشآت الرياضية الضخمة في المنطقة. طيب، حدثنا عن الجمهور البصري وحضوره لهذه البطولة وترقب الشارع البصري لانطلاق هذه البطولة الأربعاء. نعم، بكل تأكيد جمهور البصرة دائما يعود العراقيين ودائما يعود المعنيين في كرة القدم، وأيضا يعود العالم بأن يكون متواجد في هكذا محافل رياضية كبيرة، سيكون متواجد في الشكل المطلوب، على اعتبار أن مدينة البصرة وجمهور البصرة كانت له مواقف سابقة في المباريات السابقة، وبالتالي لا تخلو هذه البطولة عن حضور جمهوري كبير إن شاء الله، حضور جمهور كبير إن شاء الله في أرضية استاد البصرة الدولي، وأيضا هناك حملات توعية من قبل شباب البصرة لحضور العوائل تحديدا، على اعتبار أن العوائل تعطي جمالية كبيرة وتؤكد للجميع بأن مدينة البصرة هي مدينة مستعدة لاستقبال المنتخبات العربية والعالمية، لأن هناك كان حضور للعوائل البصرية في المباريات السابقة. جمهور البصرة متلهف ليوم الأربعاء، ليلة الأربعاء، لمشاهدة العناب القطري مع المنتخب الوطني. طيب، في لقاء تاريخي. شكرا جزيلا للزميل طارق صالح لانضمامك معنا في هذه النشرة.